متزوجين منهم حوامل. حنا الان كنتواجدوا احد المنازل هنا بمنطقه البرنوسي كما كتلاحظوا معنا، هادو كلهم امهات وعائلات هاد المهاجرين السريين. تابعوا معنا، حنا بغينا نعرفوا جديد ديال هاد الشباب هادو اللي هاجروا في قوارب الموت. الان كاينه انباء على انهم جوج خرجوا جثث هامده، اللي بهذه المناسبه كنتمنوا لهم الرحمه، كنتمنوا الاب الوالدين ديالهم الصبر والسلوان، ان لله وانا راجعون. تابعوا معنا مشاهدينا الكرام هاد القضيه ديال هاد الشباب هادو اللي كما كتلاحظوا معنا الان. شكون غادي يهضر الاول؟ السلام عليكم. بعدا السلام عليكم. خويا خويا نتوما، انت واحد من العائلات ديال احد الشباب اللي هاجروا في هاد القوارب الموت. سمعتوا بانه توفى واحد الجوج ديال الشباب من تمايا. الان نتوما بغيتوا تعرفوا كما قلت لنا، بغيتوا تعرفوا المصير ديال هاد الوداد ديالكم نتوما. انت واقيلا قلتي لي نسيبك، واقيلا هو اللي مشى. شارك معنا القصه ديالك باش المشاهدين الاوفياء يسمعوا شنو الواقع. انا كان سيبي كيتواصل مع واحد الاخ صديق ديالو في الحي ديالنا، تواصلوا قال لي راه كاين هذا السيد فلان، عطاه السميه ديالو ياسين اللي كيسكن في كرام، ما عرفش كرام ولا عادي. المهم تواصل معاه قال لي غتصيفط لي 5000 درهم ما تبقى غدي معاك لتونس. صيفط لي في ويستر. السيد مشى نهار 6 في شهر 10 مشى، ديك شهرين بقى تما، شهرين واش. المهم بقى تما في تونس. دابا نديكم، دابا كاين الجو خايف تما. نهار 16 في شهر 12 تقاطعات الحس ديالهم، ما بقينا عارفين لا هكا لا حتى واحد. كيما اتصلنا بالحراق هذا ياسين، كي قلنا الدراري مشدودين ليا في ليبيا، مشدودين ليا هنا كذا في الزاويه، مايا هذا الحراق واش مغربي؟ مغربي في مغربي. ديار ايطاليا هو. ديار ايطاليا هو في ديار ايطاليا. عنده وسيط تما ولا؟ عنده وسيط سميتو محمد المحمودي ولا احمد المحمودي. ما وسيط في المغرب هذاك الوسيط. وسيط في تونس، انا اللي في تونس ما كنعرفش اللي في اللي في المغرب ما كنعرفوش. هذاك هو الحراق اللي معاه، هو اللي كيحرق الدراري من تونس. محمد المحمودي ولا احمد المحمودي، ما هذاك هو اللي كيدي الدراري. وقال لك يعاود هو هذا محمد المحمودي بان مشاو معاه شي ولاد عمه، ولاد خالو ما عرفتش. المهم قطعت لينا 16 شهر 12 قطعت الاخبار. كنتسناو منه هو، تواصلنا معاه كيقول لك الدراري مشدودي ليا في ليبيا، مشدودي ليا في الزاويه، مشدودي ليا في مايا، مشدودي ليا في خرشفنا، مشدودي ليا في الحرشه، كاع ليبيا. هذو كلهم سجون ديال ليبيا. كاع ليبيا في الدعم والاستقرار كلهم عرفنا، ليبيا ولينا عارفينها، من هنا عرفنا ليبيا. هذو سجون ليبيا. ليبيا. سجون. سجون ليبيا. البارح كان تواصل معاه قال لي راه مشدودين الدراري في الحرشه. انا تواصلت معاه، ما قال لي حتى انا اللي تواصلت معاه. قال لك مشدودين ليا في الحرشه. في الحرشه سولوا واحد السيد، كاين واحد السيد كنعرفو من الفاميلا ديالنا، واخذ واحد السيده بوليسي في ليبيا. سول ليا في هذه الحرشه قال لك ممكن انت مغربي. كاين واحد عيطت عليه بليل قلت ليه انت كتكذب علينا بزاف، قهرتينا ثلاث شهور كون علمتينا انت ما عارفش. قال لك راه داك اللي كيقول لي المحمودي، كنقول لي وانت ما عارفش ليش كتقول لينا تكذب علينا، خلينا نطلعوا كره طلعنا في شهر. يعني ما يكونش هذا التاخير كله منه هو. باش ما يكونش التاخير. دابا هما خويا، دابا هما عارفين اللغز فين كاين. ايه هذوك الدراري جوج جثات اللي خرجوا بالباسبورات ديالهم، باسبور ديال خو السيد اللي جا من بلجيكا كيقلب على خوته، هو كيقلب على الاخوان ديالنا مشكور والله يرحم ليه الوالدين في هذا النهار. كيقلب لينا بان هذوك الدراري لقاوهم نهار 25 الاخر 28، فرق ما بين ثلاث ايام هذه. توصلوا بهم الجوازات ديال من البوليس، قال لك راه وصلناهم السفاره، صيفطنا فاكس السفاره، السفاره ما بعتاتش للدراري، هاد الدراري اللي مات. مني توصلت السفاره صيفطت فاكسي راه بان عندهم باسبورات ديال الدراري ثلاث شهور وسبع ايام ولا ما عرفت ثلاث شهور. واش ملي مشاو سولوا في لامورك شنو قالوا لهم ديال تونس؟ لامورك ديال تونس شنو قالوا لهم؟ الدري اللي في الامارات هضر مع الاخ، واحد الاخ بوليسي تما في تونس. هو اللي جبد لينا هاد جوج دراري اللي ميتين. لا ملي مشيتوا سولتوا في لامورك ديال تونس قالوا لكم بان الباسبورات ديالهم مشاو للسفاره المغربيه. اه سي راه الدري كاين تما، الدري دابا راه من نهار اثنين هو تما، ياك من نهار اثنين. نهار اثنين هو هم هو تما مسكين. واخا ملي لا واش قالوا لهم بان راه عطينا الباسبورات للسفاره المغربيه. قال لي تواصلنا صفيت. واخا ملي مشى للسفاره المغربيه شنو قالوا لي؟ والو ما قال لك ما توصلنا بتا حاجه.
اذا فين كاين اللغز؟ علاش هذا اللغز عندنا في السفاره ديالنا ما خداماش معانا. بلاتي انا ما كنقولش غير السفاره المغربيه، انا كنقول هنا راه العصابه اللي متدخله. انا ما كنشكش في السفاره ديالنا، حنا كنشكو في العصابه عاطيه الفلوس، لان لو ما كانش السيد دخل وعرفوا البوليس وصيفطوا وصيفط لهم الباسبورات، ما كانتش الحقيقه غتبان. كانوا الدراري غيدفنوا في هذيك النار. كانوا غيدفنوا وما وصلش اذا هذوك الوليدات كانوا غيدفنوا في هذاك النار. هذاك النار اللي وصل فيه ذاك السيد. كانوا غيدفنوا. كانوا غيدفنوا مجهولين. شوف حنا ما كنقولوا والو على السفاره كتقول هذه الاخت ديالك. هذه الاخت ديالك. هذه الاخت ديالي. هي هذه اللي كاينه مسكينه تما. باقا مع جوج بنات. هذه ما عندكمش دابا اخبار عليها؟ لا نهائيا. رفضت التليفون عاودت عليه التليفون؟ نهائيا. هي وجوج بنات، وحده حامله وحده بنت الحي. نسيبي انا. هذا تا هو مسكين من الشباب اللي مشاو تا هما. نسيبي انا. الشباب اللي مشاو. انا غنشاهدكم هذا كلشي غنشاهدكم. الشباب اللي مشاو كلهم نقايا. الصاله والدين كانت كتوريهم لي اختي. كيصليو مع بعضياتهم جماعي، كانوا مجموعين في دار وحده. انا هنا ما كنقولش السفاره، كنعاود نكررها، ما كنقولش السفاره، كنقول العصابات اللي كاينين مولين متفقين مع لوبيطال، السبيطار اللي كان فيهم الدراري اللي في لاموغ اللي في تونس. اللي في تونس هما ما راسلوش السفاره ديالنا. كون كانت توصلت السفاره ديالنا حنا المغربيه كانت غتصيفط للعائلات هنايا. ولكن ما توصلاتش. انا هنا حتى اذا اللغز بقى عند هذوك الناس، عند هذوك الناس وعلى ذوك الناس اللي ماتوا. سمعتي انا هنا كنت طالب بجوج حوايج، كنت طالب السفاره المغربيه تدخل وتوقف مع هاد الدري اللي كيتماكين، وفي نفس الوقت كنطلب من الوالدين اللي غيتوصلوا بولادهم هنا في المغرب يطالبوا الطبيب الشرعي ويحلوهم هنايا في المغرب، لان انا ما معترفاش بدوك الطب الشرعي اللي كنتمناو لهم. بالمناسبه نتمناو لهم الرحمه. انا هذوك شهداء. فهمتيني؟ هذوك شهداء ماشي قتله، انا كنعتبرهم شهداء. الله يرحمهم والله يوسع عليهم والله يرحم والله يفر الله يصبر والديهم. وحنا الله يكون في عوننا. هذوك راه ارتاحوا والديهم، عارفهم فين كاينين. حنا اللي بقينا معلقين ما بين السما والارض. دابا نتوما المصير ديال الشباب دابا من شهر 12 نهار 16 ما توصلنا بحتى شي خبر، ولو حتى مكالمه ولا حتى تصويره ما توصلنا بها. الناس اللي كتسولك كيقول لك مفقودين، ما عرفناهم حيين، ما عرفناهم مين. 3 شهور هما مفقودين. 3 شهور من شهر 12 نهار 16. هذه الوليدات. هذه الام، هذه الام ديالك ياك. هذه الام ديالك. لا بعدا اول حاجه كنتمنوا انك تسمعوا شي اخبار زوينه على وليداتكم ان شاء الله. يا ربي انت كأم عاودي لنا شنو دابا بلا ما نقولك احساس. احساس راه باين. ما كنشوفوش النعاس، حنا ما كنعسوش. انا راه كنفيق مع الربعه ونبقى كنغوص. ما صابراش. انا سكر غرام 5 غرام كيطلع لي السكر. ما كاين يعني حسن عوانك لالا. ربي كبير. الله ياخذ الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. عفاك اخويا. اول حاجه نقولوا هاد الدراري ميتين غارقين، حنا نحطوا غير فوطه في البحر في الملحه خليها غير 3 ايام. اول ما غتدي الفوطه هكا غتشرك. تحسك هذا واحد ديك الملوحه. واحد 8 ايام هو في البحر، وواحد 14 يوم هو في البحر، وغيخرجوا هما منفوخين، غيخرجوا لابسين حوايجهم والباسبورات في جيبهم، هادشي راهم كيدخلش للعقل. موضوع فيه انه انا اول وحده عيطت للسبيطار اللي كان فيه هاد الدراري ميتين، عيطت ليهم وعطيتهم الاسامي ديال الدري عز الدين. قال لك ما كاين حتى شي واحد عندنا بهذا. انت الاخت ديالك معاهم؟ انا اختي معاهم. قال لك حتى واحد ما عندنا بهذا الاسامي، يعني الموضوع فيه انه كاينه شي حاجه. وكيفاش واحد غيلقاوه على 8 ايام على 25 يوم، وعاوتاني غيدوزو غيلقاو واحد على 29 يوم؟ ومين السيد اللي مشى سول البحاره اللي خرج الدراري؟ قال لي خويا هادو ما غارقينش. قال لي ما كاينش. قال لي كتغرق 70 جوج حتى كلهم كيخرجوا. قال لي قليله ما يخرج جوج، واحد ما غيخرجش، ماشي 38 واحد كامله ما غتخرج. العكس قال لي هادشي راه ولا يعني يلاه خرجوا جوج. يلاه خرجوا جوج. قال لي هادشي الموضوع في ان الاخرين ما وهاد الجوج كون ما بحثت عليهم داك السيد ما غيبانوش. اول حاجه قال لنا هما راه وصلوا الطاليان، راه غير في الحجر الصحي.
ثاني حاجه قال لي انا دوا معايا قال لي راه مشدودين في ليبيا عند الحسن بوزريبه. سولنا هذا السيد الحسن بوزريبه هذا ليبي. اه ليبي هو هو هو, هو رئيس الخفر السواحل اللي شدهم. ما كاينينش. تواصلتوا معاه مباشره؟ تواصلنا معاه مباشره ما كاينينش. كاينين ثلاثه البنات ولكن ماشي هما. سولنا ماشي هما وماشي هما هذوك. ولكن ما يقدرش يكون غير راهكم مثلا. ياك ممكن لحظه اوكي اوكي يا سيدي كون راهنا. هو يكون راهنا. يقدر غير يكون راهكم. مادام الجو تخرجوا في تونس. كاينين في تونس مادام ولادنا كلهم كاينين في تونس. حتى الدر اللي مات. انتم دابا الشكوك عند كلكم بان ولادكم في تونس. عائلتكم في تونس. العائلات كلهم ولادهم في تونس. الدراري اللي مشاو. عصابه. انا نقول لك واحد الكلمه هي ما خصهاش تتقال كنقولها لان الدراري اللي مشاو واحد من عائلتي مشى على طريق ياسين ياك. والنهار اللي كان غادي يمشي فيها عيطوا الدراري وقالوا ليهم عطيو الفلوس وعطاو الفلوس كاين هاد الهضره ولا ما كايناش. عطات الفلوس للحراقه ومشاو خرجوا بهم وعاودوا ضربوا بهم واحد اربعه السوايع ولا سته السوايع ديال الطريق في البحر وعاودوا رجعوا دخلوهم وما رجعوش لهم فلوس على مده يومين ولا مع ثلاث ايام. عاد عيط هاد الحراق الواحد من الدراري ومشى وخداو رجعوا لهم فلوسهم. كني رجعوا لي فلوسهم هنا هاد السيده كتقول لخوها رجع. شكون هي؟ قلت لي رجع اخويا رجع. قال لي ما غنرجعش نشوف انا مني من الدراري. لا قلت لي رجع اخويا من هادشي جرى ليكم صافي رجع. قال لي لا ما غنرجعش مني من خوتي تنشوف في الغطوسه. هادشي ما كان. ايوا والله يدير تاوي. انت ولدك ولا خوك؟ خويا. خوك تاو شحال في عمرو تاو؟ شحال في عمرو تاو؟ 33. 33 عام باقي شاب تاو هو هذا اللي هو هذا يدوى معايا. هو هذا. والله يصيب. واخا وهاد السيده مسكينه تاتي الولد ديالي. الولد ديالك؟ هو هذا اللي كنشوفوا فيه دابا. هو هذا ولدي. هو هذا. واخا الله يسمعكم عليهم شي خبر زوينه ان شاء الله. امين. كيفاش عاودي لنا تاتير؟ سمعنا هذاك ولكن عاودي لنا تاتير شنو المعطيات اللي عندك؟ ولدك واش تواصل معاك؟ اخر مره تواصل معاك فيها الولد ديالك؟ كيتواصل مع اخته. انا ما كيبغيش يقول لي. انا نهار انا ملي تزادوا هاد الدراري وانا ضاربه عليهم تمام. انا من نهار تزادوا هاد الدراري وانا ساعي في طابليكا. انا من نهار تزادوا هاد الدراري وانا ساعي في طابليكا باش كنكبرهم. انا كانت البراكه كانت نضرب البراكه باش تكبر ولادي. عمر ولادي ما خليتهم نخص. واليوم وليدي انا طالبه على وليدي يرجع ليا لا بالحياه ولا بالعنده. انا هادشي اللي كنطلب. انا من انا غادا شاده طريق ونبكي جايه شاده طريق ونبكي. انا وليدي انا في حاله لا يراد. هادشي وليدي اللي كنقول. هادشي وليدي اللي واخا عطونا نسمعوا طلبوا من سيدنا يقعد معنا اختي تاتي تاتي. هو هذا هذا الاخ ديالك. اخ ديالك. تا هو من ضمن هاد الشباب اللي مشاو نهار 13 في شهر 12 في الاتصال بيني وبينه. واش نفس الهضره اللي سمعوا هاد الناس ولا سمعتي شي اخبار ربما اللي تكون مغايره؟ هاد الناس انا سمعته. عيط لي قال لي اختي راه حنا غنخرجوا اليوم راه واقف عليا السيد المهم هاكي هنا من تونس. قال غنخرجوا اليوم من تونس. قال لي غنخرجوا اليوم. هادشي انت اش من شهر؟ نهار 16 شهر 12 شهر 12 ديال 2021. قال لي هانت يا اختي هاكي ها النمره ديال الحراق الا كانت شي حاجه اتصلي به. مع السته الله رب تقطعت الهضره بيني وبين خويا شويه ولينا كنعيطوا لي كنقولوا لي فين هما الدراري. كنقول لك الدراري ولادكم راهم داخلين واكلين شاربين ما تخافوش عليهم. شويه انا بدينا كنعيطوا لي قلنا لي فين هما الدراري. قال لك حكاش كيدوزوا في الحجر. شويه مني شاف راسه دوري قلنا راه شدوهم السواحل الليبيه. ملي كان الناس كاع اللي كنعرفوهم كيقلبوا لنا على ولادنا كيقول لنا هاد الدراري راه ما كاينينش في هاد الحباسات. كل مره كيقول لنا في حبس لحد الان هو كيقول لك ولادنا ما ميتينش ولادكم مشدودين باقي لحد الان ما باغيش يعطينا راس الخيط. دابا حنا بغينا نعرفوا هذا الوسيط اللي دخل باش يحرك وليداتكم. هذا ياسين كيهضر معايا. قال لكم بانهم راه باقي كاينين باقي مشدودين. ما متقبلش ان تقولوا لي هاد الدراري راهم ما متقبلش ان الدراري تقولوا لي راهم غارقين ولا شي حاجه. وهاد الدراري اللي غرقوا كانوا مع ولاد يعني. ولكن الا كانوا مثلا غارقين كاينين 38 واحد ما يمكنش غيبانوا غير جوج و36 ما كاينينش. بغينا نعرفوا شنو هو المصير ديال هاد الدراري. فين هما هاد الدراري؟ بانوا جوج الاخرين فين هما؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا حنا دابا. واخا نسمعوا حتى ولد ديالك. ولدي اخويا ولدك زيد قربي عندي نشوفه.
اه شحال في عمرو هذا الشاب هذا؟ 20 عام. 20 عام؟ 20 عام وفكر في الهجرة السرية. اه فكر في الهجرة السرية. بلادنا خويا ميت. واخا غادي نجي عندكم اخويا. واخا شنو الاخبار اللي عندك انت على ولدك؟ الله يسمعك عليه شي اخبار تدير الخير ان شاء الله. الاخبار على ولدي مشى مع هاد الدراري وانا ما كانش يهضر معايا، كان ما يقدرش يخلعها لي تيقول لي انت مريضة. تيصيفط لي مصاحبه. هو اللي تيقول لي الهضرة وصافي. ومشى ما بقيت سمعت عليه حتى اخبار. دابا تنطلب لا كان حي يجي جبدوه، كان ميت يجبدوا لي ولدي وصافي. هاي عمتي بغات تجي معانا. كنسمع بعض المشاهدين اللي كيقول لك راه كاينين في تونس. واخا ما عرفناش شكون هذا كيتواصل معنا كيقول لك راه كاينين في تونس. واخا انت اخت ديال شي واحد؟ انا عمتها. اه عمته. واخا عن شنو المعطيات اللي عندك انت بالنسبه لولد خوك؟ نهار 16 شهر 12 قطعت المكالمه ديالو مع 12 ديال الليل. خرج في نفس التوقيت اللي خرجوا فيه الوليدات كاملين. نفس التوقيت اللي كان مع الاولاد. نهار 16 قال لنا المكالمه. يعني فوج واحد خرجوا مجموعين. خرجوا مجموعين في واحد. عيط اتصل بينا قال لنا الحراك غادي يخرجنا المسامحه تقدر تقطع المكالمه ديالي راني غنكون وصلت. تايو معايا. من ثم خويا تقطعت المكالمه ديالو. داز شي 4 ايام ولينا كنعيطوا للحراك ما بقاش كيجاوبنا. نهار الخامس جاوبنا قال لنا راه شادينهم 10 ايام ديال الحجر الصحي. قلنا ليه معليش ماشي مشكل. دازت 10 ايام ولينا كنتواصلوا معاه ما بقاش بغى يجاوبنا. اوديوات مكالمات كنكتبوا ليه كنطلبوا فيه كنزاوقوا فيه قطع المكالمه ديالو ما بقاش بغى يجاوبنا. ولا كيجاوب الاخت ديالو تيقول ليها راه ما بهم والو راهم باقيين مجدودين كل مره كيراوغنا. هذه الاخت ديالو كاينه هي هنا؟ الاخت ديالو اه. ولا كيراوغ فينا. صافي. وانتوما كتواصلوا مع الاخت ديالو ولا ما كتواصلوش معاها؟ هي راه كنتواصلوا معاها يوميا. يوميا متواصلين. لا واش في التليفون ولا مباشر كتواصلوا معاها؟ في التليفون وكندويو معاها مباشره الاخت ديالو. وهي الاخت ديالو باقا كاينه هنا؟ لا ما كايناش هنا هي خارجه. اه. كنتواصلوا بها خويا قطع عيط ليه ولد اختي بحال دار لي واحد كي كيقولوا بياج عيط عليه قال لي انا راه باغي نحرك واحد الاخ عندي وتساعدني وهادي قال لي واخا مرحبا عندنا الاوديوات ديالو صيفط لي قال لي تسنى نسالي شي شغل ونتصل بك عيط لي حتى الليل مع شي 12 ديال الليل هو يقول لي انا غنجيك الصراحه قال لي انا ما باغي نصيفط لاخويا لا والو قال لي الدراري ديال نهار 16 قال لي ما نكذبش عليك اخويا حتى واحد يوم ما شاط ملي جينا حنا قلناها الناس ما تقبلوش بلي هاد الكلام قالوا الحراق ملي عيط عليه قال لي انت قلتي لي الكلام ونكرتيني قال لي واش بغيتيني قال لي الماوات بداو كيدمعوا عليا اش بغيتيني نقول لهم قال لي قال لي راك عارف البحر فيه ريسك قال لي هي يخرجوا يا ما يخرجوش قال لي هما عارفين هادشي ونهار الاول كنقول لهم انا يا تصيب يا تخيب هاد السيد ياسين صافي من تما حنا كل مره كنسمعوا حادث كل مره كنسمعوا كلمه اش كتبري ليه صاحب كتبري ليه هو محمد بالله ما كنبررش ليه انا ما كنبررش ليه انا كنقول لك الكلام ديالو لا هي قالت الكلام اللي قال هو انا كنقول لك الكلام ديالو هو الكلام اللي قال هو الكلام اللي قال هو اه الكلام اللي قال هو الكلام اللي قال هو هادشي مشكل صافي اخويا تقطعت المكالمه ديال الدري ولينا كنسمعوا هادشي هادشي قال لك الدري تخرج نهار 24 واحد نهار 28 من نهار 24 و28 اخويا الدراري هما يا في البحر يمكن ما غاديش يشيطوا هاد الاولاد كل واحد اشنو كيقول اخويا واخا حسيتي هادي الام ديال هاد الشاب هذا اسميتو هاد الشاب هذا حمزه بورقيه حمزه هاد حمزه شحال في عمره حمزه؟ انت الاخت ديالو؟ لا لا عنده 26 عام 26 عام واخا المهم شي اول حاجه الله يسمعكم شي اخبار زوينه ان شاء الله انا ولدي عمره ما كان غادي نحرم كان داير كروسه عايش بخير كيمشي للعراس كيدير داك سميتو سيربيعي ما عمره كان غنحرم هذا المرض قطعوا قال كورونا ما كاينش العراس خارج الكريرسه قال لي تدخل ولا نهرس سوالك اش غادي يدير هاد الدري اش غادي يدير هاد الولد اش غادي يعيش وحنا فقراء عندي عبايت منه كوزينه منه بيت النعاس منه بيت الماكله ريب عليا من الفوق كي غادي يدير هاد الولد كي غادي يدير هاد الولد ما غطرش ليه كيعبطوا عليه الجيران كي غادي يدير هاد الولد راه ضروري بغا انا عاد الفلوس راه مسلفاهم وبالطالع مليون طردي معاه 50000 شحال مشاو هما يا لاله شحال مشاو هما
شكون؟ شحال مشاو؟ مشاو دابا عندها سميتهم ثلاثة. شحال مشاو ديال الفلوس؟ شحال مشاو ديال الفلوس؟ ثلاثة ونص. حيت قلتي عاد تسلفتي قلت لك شحال مشاو هما؟ ثلاثة مليون مسلفة. طلبوا لهم ثلاثة مليون؟ ونص. ونص. ثلاثة مليون ونص 5000 درهم. أعطي لهذا السي. نص تاعك. أخ. هو الأخ ديالي. أه. واخا ديري الضو حيت ما كيبانش خش عليه الضو هو هذا بلاش هذا سميتو الشاب قربان محمد شحال في عمرو هذا؟ عنده 22 سنه 22 سنه واخا اش قلتي لنا اختي دابا قلتي لنا بشحال مشاو هما سبقوا 5000 درهم سبقوها للسيد هذاك الوسيط لا ماشي الوسيط حنا صيفطناها لياسين ديريكس صيفطوا لي 5000 درهم في طاليان في طاليان عندكم الوراق باش صيفطوا عندكم انا ما عنديش الوراق هو اللي كانوا عنده الوراق وثلاثة المليون داها معاه صرفها اورو وداها معاه صرفها اي صرف وعاش دا معاه وعاش خلص فلوس الطياره والفلوس اللي دا باش كرا وكلشي واخا كيفاش القضيه ديال الجزيره اللي قلتي بانه صيفطك شي فيديوهات شي حاجه ديال انا ما غنقدرش نقول لك النهار امتى غير هي شي شهر قبل من شي 20 يوم قبل ما يمشيو هاد النهار 16 في شهر 12 شي 20 يوم قبل مشى لواحد الجزيره شدوهم خمس ايام هما شادينهم عايشين بالماء والحليب وبيمو قال لي اختي راك يعني راه كيديو لينا تليفونات يشارجيوهم لينا ويجيبوهم لينا يعني راه نقدر نتواصل معاك ما نقدرش نتواصل معاك ما تخلعيش علينا راه من هذيك الجزيره غيحركونا للطاليان قلت لي صافي اخويا هذه الجزيره سميتها قيل الصاقس على ما اظن ولا قرقنا وحده ما نزوج ما نقدرش نكذب عليك قرقنا قرقنا شويه هو يقول حتى قال لي اختي حنا راه رجعنا راه كانوا شي حراقه غيحرقونا دوك الحراقه اللي غيحرقونا غير دراري صغار ما خفنا منهم قلت ليه صافي اخويا قلت ليه رجع صافي قال لي شوفي راه حنا اليوم غادي يرجعنا لهذيك الجزائر غيرجعنا لتونس قلت ليه صافي رجعوا لتونس 20 يوم من وراها نهار 16 عاوتاني في شهر 12 قطعت الاخبار ديالو انا خويا تواصل معايا اخر مكالمه مع جوج ورس ديال واخا دوك الفيديوهات اللي قلتي عندك بانه كان كيتواصل معاك ملي كيصيفطهم ليا في الجزائر نشوفوا المشاهدين باش يشوفوا دوك الفيديوهات هانت هذه هذه الميكرو تما هانت هنا شفتو كياب سوق علما عاودوا لي داك الفيديو هذه البصيل كانوا مجموعين فيها واخا الفيديو الاخر اللي قلتي لي هانت هنايا غير رجليهم كانوا عايشين غير في بيت هما 36 واحد 38 واحد على يعني بيت واحد مخشين فيه هما 38 هذيك الجزيره 38 واحد وعاش عندي هنايا هاي ملي كانوا خارجين من الجزيره مخرجين هذه ديك الجزيره اللي كانوا فيها هذه غادي خارجين راجعين لتونس هذه جزيره في البحر الداخل قرقنا واخا مرحبا اشنو يعني اخر اخبار دابا اللي سمعتو نتوما على هاد الوليدات اخ هاد الشباب اخر اخبار اللي كاينه الاخبار نفس الهضره اللي كيقولوا الاخوات كاملين نهار انا كنعيط على الحراك ما كيتواصلش معايا نهائيا ما غنكذبش ما كيبغيش يجاوبني نهائيا ما عمرو هضر معايا واخا شكون كيتواصل مع الحراك دابا شكون اللي اخر واحد تواصل مع الحراك هاد السيد هو اللي كيتواصل معاه واخا عطينا انت اخر مكالمه ديالك معاه امتى كانت وشنو كان في هاد المكالمات انا تواصلت معاه البارح غير البارح البارح واحد شويه الله يرحم الوالدين قلت لي قهرتينا بالكذوب وكان نيشان ما كاين قلت لي قهرتينا بالكذوب واش تعرف الدراري فين كاينين قال لك راه كيقول لي المحمودي كيقول لي وانا كنقول لي وانت مني ما متيقنت من المعلومه علاش كتقول لي راه الدراري كاينين هنا وكاينين هنا دابا الاخر خبر هو اللي قال لي الدراري راه كاينين في الحرشه قال لي كاينين في الحرشه سولنا السيد اللي قلت لك كنعرف من الفاميلا ديالنا واخد واحد مغربيه بوليسي في ليبيا مشى للحرشه لقى مغربي واحد هو اللي لقى كاين مغربي سميه ديال السيد هذا المصدر اللي تواصلتوا معاه انتم ثقه
واخد من عند لا قلت زعما ثقه حيت باش ما يكونش هو دار لكم لا 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 هذا بوليسي واخد سيده عندنا من المغرب مشى لديك البلاصه اللي قلت مشى لهذيك البلاصه في ظرف ثلاثه السوايع هذا السجن سميتو الحرشه اسمي في انا احنا باش عرفنا زعما السجن هذا هو عرفنا ليبيا الحباسات الدوله كاملين عرفناهم الحرشه الملايا خرسفنا كلشي عرفناه انتوما السجن اللي سمعتوا السميه ديالو كنمشيو نتواصلوا لا صيفط دابا السيد مشى لهذاك الحبس مشى للحبس كادي ما بقاش السيد ديالي قال كاين مغربي واحد في ذاك الحبس كيقولوا لنا تعالي معايا حبس معايا ما هذا هو اخر اتصال ديالي به البارح قلت لي قهرتينا بالكذوب ما عارفش خلينا نطلعوا حنا هذا الشيء دابا جبتي مع انت ملي قال لك هذاك السيد المصدر ديالك ملي قال لك راه ما كاين حتى واحد تواصلتي معاه قلتي ليش كتكذب ما بغاش يهضر معايا اصلا انا هضر مع النسيب ديالي من طاليان قال لي راه كيسجلني قال لي زعما كيسجل المكالمات كيسجل المكالمات ديالك بحالك اش غنسجلك انايا انا بغينا اولادنا حنايا هو باش عارفك كتسجل المكالمات شكون قال لي ما عرفتش شكون اللي قال لي ما كتسجلنيش كنسجلك اش بغيتك انا بغينا وليداتنا هنا ما بغينا كانوا حيين بغيناهم كانوا ميتين راه غيتقبلوا كما قال السيد راه يومين ثلاث ايام ديال البكا ديالهم ومولانا الدامل ما عندناش مشكل بغينا نعرفوا الحقيقه هو السيد دابا اللي كاين تما في تونس كيقول لك بحال كاينه مافيا تما هذه اللي بغينا الدري اللي كاين دابا تما قال لك حنا كناجدوا السفاره ديالنا تخدم معنا تعاوننا حيت هنا راه هذاك المحمودي الرئيس اللي كاين في تونس اللي كيدي الدراري هذا كان مجدود خرج نهار الثلاث ولا الاربع الثلاث هذا مغربي ولا تونسي؟ تونسي هذا هذا هو محمد المحمودي هو راس الحربه هو اللي كان شكون اللي كيتواصل معاه هو هذا المحمودي؟ كيتواصل معاه ياسين هذا المغربي هذا ياسين المغربي كيتواصل معاه كيقول لي اللي كيكون كيقول للناس ديالنا قهرنا بالكذوب دابا هذا المحمودي كانوا شدوه مؤخرا وطلق نهار الثلاث ولا الاربع ما بقيتش عاقل قال لك راه غيدهن من تحت الطابله وغيخرج وفعلا دهن من تحت الطابله وخرج واخا كيفاش قضيه الفديه حيت سمعت شي عائلات هنا كيقول لك بان طالبهم بفديه كيفاش تقيد الفديه قال لك هذه اخويا هذه شوف هذه كاين واحد الدري تونسي دابا راه كاين مع السيد اللي معنا تما مع اللي جا من بلجيكا كاين مع تونسي خوه مشى مع الدري ديالنا كان قال لينا راه شادهم عصابه في قرقنة الدراري راه مشدودين لكم في قرقنة الدراري مشدودين ولكن انا قلت ليه انا قلت ليه خذني على قد عقلي انا ما كنفهمش قلت ليه ما انا ما كنعرفش قلت له انا خذني على قد عقلي واش الدراري هادو اللي ماتوا مشاو مع الدراري قال لي مشاو مع الدراري تواصلتي مع الحراق نهار غيمشيو قال لي تواصلت معاه بان هاد جوج دراري اللي ماتوا راه كانوا راكبين مع الدراري وكيفاش غتدخل العقل هاد جوج ماتوا والاخرين في نامه خبيتهم اذا قال لك هذوك اللي ماتوا كانوا في نفس القارب اللي كانوا في نفس القارب قال لي مشاو مع الدراري قال لي بان واحد هذاك الدري مسكين ولد مولات الحمام كيدير الانسولين والدري الاخر راه مريض بالقلب مع العلم ان الدري الاخر ما مريض لا بقلب لا والو دابا هذاك اللي توفى الله يرحمه هذاك كيدير الانسولين مسكين هذاك ولد مولات الحمام مسكين الله يرحمه وصبر وليد امو الله يرحمه وتا ولد خو السي احمد الله يصبرهم جماعة هذاك الدري قال لي حتى هو مريض بالقلب ما مريضش بالقلب مسيت عند الاخ ديالو قال لي ما مريضش خويا صحته تبارك الله يهز ثلاثه يهزو ولكن هما كيفاش شخصوا بان هذاك مريض بالقلب ما مريضش باش يعرفوا هو مريض بالقلب دابا هو اللي قال اذا هذاك باش يراوغ كيراوغنا هكا هكا هو راوغنا ثلاث شهور كيقول لك هما في ليبيا هما في هذا الحبس هما في هذا قلت لي قهرتينا بالكذوب وراوغنا جينا نيشان باش لقاو جوج جوتات قال لك احد كره ما كانوش معاهم الله قال لك عطيت خمسه بلاتي اخويا قال لك خمسه خدوا فلوسهم خمسه من دوك 38 خمسه خدوا فلوسهم ومشاو قال لك راه منهم هاد الدراري منهم هاد الدراري هذا واخا ملي خمسه هما جوج ماتوا فيهم ثلاثه اخرين لا صمت ليا قلت لك قال لي خمسه مني بانوا هاد الدراري ما بقاوش هاد الدراري خدوا خمسه اخرين اللي خدوا فلوسهم ماشي عثمان و يعني من ضمن هاد السميات كانوا هاد جوج اللي ماتوا الله يرحمهم هادو هما الخمسه قال لك خدوا ومشاو ملي بانوا ميتين قال لك لا ما خدوش فلوسهم هادو وباقي مسجل عندك هاد المكالمه انت الهضره اللي قال لك عندي الا بغيتي نجبدها شدي سعاد كمل لا هو شوف النهار الاول من ملي جاتو ديك الصدمه ديال بان راه جوج دراري تلقاو ميتين قال لهم حقا راه عطيتهم فلوسهم ومشاو الام ديال هاد الدري اللي انا كنعرفها اللي ميت ليها ولدها وحده منهم هي شهرين
ونص، وهي هي اللي واقفه فينا حنا كاملين. انا قلت لك هي اللي واقفه فينا كاملين، هي اللي كانت شابعه في عيونه، هي اللي كانت كتسب وصلات وتهديدات منه هو ليها هي والبنتها، كان كيهددها وصلات للجمعيات تما في تونس، عطاتهم وكاله وقالت لهم ان انا موكلاكم توكلوا على ولدي تشوفوا تقلبوا ليا فين. وصلنا تسجيلات اوديوات هامه عندنا، كيقولوا لهم قول هادوك الجوجات بحال هكا، قول لهادوك الجوجات يمشيو حيدوا ديك الشكايه اللي دايرين في تونس، راه شدوا هاد المحمودي ولا ما عرفت، راه باش يخرج هذاك المحمودي خاص هادوك جوج عيالات يمشيو يحيدوا دوك الشكايه، هادوك جوج خياتنا. ها هو اللي بغيتي نسمع الاوديو نسمعوا لك. خليهم يحيدوا داك يحيدوا ديك الشكايات. هذه هي اللي مات ليها ولدها، ملي لقينا ولدها ميت وقالوا لي راه ولد فلان وسميتو، قال لهم لا راه ما كانش معايا داك، راه رجعت لهم فلوسهم هذوك الجوج، هما كانوا خمسه رجعت لهم فلوسهم ومشاو مع حراك اخر. ملي عيط تواصل مع الغد لي هادي تاني، ملي تواصل مع الدري اللي كاين في بلجيكا وباط لتونس قلب على خوه، قال لي حقا انا راه كانوا يمكن راه كانوا معاهم وتلاحوا في البحر وما قدروش يعتقوهم الاخرين وزادوا وخلاهم. هاد السيد بنفسه هذا ياسين ما عارفش الدراري فين كاينين، ما عارفش الدراري فين كاينين. هذاك الشيء علاش حنا كنطالبوا من السفاره المغربيه دخل لينا في هذا الموضوع ودير تحقيق كبير، لان لما دادت السفاره ديالنا تما كاين في تونس راه حنا اللي غنطلعوا كاملين وغنولوا دايرين مظاهرات تما كاين في تونس تيبانوا ولادنا، ولا غتولي شي وقفه احتجاجيه هنا في المغرب وتما باش ولادنا يبانوا، لان راه ولاد شباب راه رواح عباد الله، هذه راه كتسمى تجاره بالبشر، راه كيتاجروا برواح الناس. راه اصغر دري فيهم عنده 18 عام ويا ريتهم اخويا مبليين. واخا دابا انت اشنو دابا من خلال هاد انا كنطالب السفاره المغربيه. لا انا بغيناك تعطي واحد ابلاش، هذه بغينا احنا تكون درس وعبره للناس اللي كيفكروا انهم يمشوا في قوارب الموت. هادو اللي كيمشيو في قوارب الموت راه فيهم اللي عنده الدكتوراه عرفتيني، وكاين اللي عنده الماجستير، وكاين اللي عنده الباك. وابسط حاجه خويا غنقولها لك، هبط الطريق وهبط لدرب السلطان وغتلقى واحد داير في الراشه راه عنده الماجستير على كل قاو. انا معاك غير دابا غير هاد المعاناه، ولقاو الفلوس ولقاو الخدمه وعيشوا هاد الوالدين بخير وعلى خير ما غيتلاحوش في البحر. انا معاك انا معاك غير دابا لا، واش هاد المعاناه اللي كتعانيو دابا؟ كنطلب من كل ولد. هادشي اللي قلت لك انا كندوي على المعاناه دابا. يراعي في وجه مويم. ها دابا شكون اللي في المعاناه؟ نتوما. ما يراعيش يراعي لمويمتو. هادشي اللي بغيت نقول لك، هادشي اللي غنقول. دابا انت الاخت ديالك دابا شو امك دابا مسكينه ما كتلاحش. هادشي اللي غنقول، يدفع ثلاثه راه فيه ما يزيد على واحد المبلغ اخر ويدفع اخويا كونترا. هذا هو الرساله اللي بغيناها توصل. كونترا احسن ليه ما يمشي له حراسه في البحر، ولكن بنادم راه ماشي خاطره، راه ما لاقيش. راه انا تغربت تاعيت وجيت والله كريم. الحمد لله جيتي الحمد لله بصحتك الحمد لله. انسان كيتباع لقمه العيش ما ياكل، ماشي واحد باك يقول لك سير كون درتو بهم كروسه. اجا خويا ندير لك كروسه، انا نديرها لك كروسه، ندير لك كروسه وشوف مقيد ومقدم اش غيديروا لك. اخويا راك داير عليه هوندا كيبيع ويشري، شحال من خاطر هزوا ليه الميزان، هزوا ليه الميزان الاول شاريه ب 6000، هزوا الميزان الثاني شاريه توا ب 6000. هاد الهضره كلها علاش؟ راه هادشي اللي كيخلي الدراري يمشيو يحرسوا في البحر ويحرقوك بيت والديهم. اما تبقاوش تلحقوا تهضروا، راه اللي ما حاش بخوه واللي كيهضر وكي واكل الدق راه واصله فيه حتى للعظم. هذاك الانسان اللي كدوي عليه وكتقول انت واش داكم تصيفطوهم، انتم مالي نايحين ولادكم في البحر، والله يعطيك عيشهم. صافي الله يسمعكم، اخبار زوينه. امين. اذا باش نختموا، اذا مشاهدينا الاوفياء كما استمعتوا معنا مرحبا اذا استمعوا معنا مشاهدينا الاوفياء لبعض الاوديوات. السلام عليكم. مرحبا اخي عبد الرحمن. هذا محمود ياسين، والله ماشي كلمه، والله ماشي كلمه، غير بس انا الواحد الخط يجيني
كان كلمه ديريكت ما تخممش والله بحول الله وبين ما قلنا حنا بس بنادم يتقصد فيه اسوء اسوء نص ان شاء الله كلهم هذا هو الحراك اللي هذا هو هذا التونسي هو اللي كيدوي دابا هو محمود هذا هو التونسي اللي كيدوي دابا من المغاربه خارج المغرب داخل المغرب عاونين على صوتهم مي راه مش مخليهم هنا يكلم على السعوديه نقول لك يا سيدي نقول لك حاجه ولد عمي مي راه مش مخليهم هنا يكلم الرزق والواحد واعلم به ربي الواحد حتى حياته تتقلب تفرد المره الواحد هو اللي يمشي كلمه شنو راه انت مخليه من الله غالب ما تبعتوا يحاول يخرجوا ويخرجوا ربي وان شاء الله نتحدث ونقول لك اش تموش ما تمش بكل راه بحول الله بحول الله 1000% راه كوش الكلمات غدو بحول الله يخرج. اذا مشاهدينا الاوفياء الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر للتذكير مره اخرى فنحن نتواجد بمنطقه البرنوصي وبالضبط احد منازل بعض المهاجرات السريات اللي بطبيعه الحال الام ديالها والاخوان ديالها والعائله ديالها كلهم محروقين وكما كتشوفوا معنا هذو كلهم عائلات ديال هاد المهاجرين السريين المغاربه اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يسمعهم عليهم خبر الخير مره اخرى كنعاودوا نترحموا على دوك الشهداء اللي توفوا وكنتمناو انه يتم التدخل على اعلى مستوى باش يتعرف المصير ديال هاد الوليدات وهاد الشباب هادو. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر من هنا من منطقه البرنوسي كان معكم مراسل مغرب نيوز مصطفى القناوي وحيكم والى اللقاء في بث اخر.